السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع متابعينا عبر الفيسبوك وعبر زوم في محاضرة أوضاع الفلسطينيين في لبنان في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والمالية، والتي يقدمها الأستاذ سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة. تفضل. مشكورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لأكاديمية دراسات اللاجئين بشخص رئيسها الدكتور محمد ياسر عمر ولفريق العمل في الأكاديمية على إتاحة الفرصة وتنظيم هذه المحاضرة التي هي بعنوان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والمالية، والتي نريد من خلال هذه المحاضرة أن نسلط الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين خصوصا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وجراء انعكاس الأزمات الإنسانية التي يعني على مدار حوالي أكثر من 9 أشهر أزمات تلي الأخرى. قبل الحديث عن الأزمات وانعكاسها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لابد من أن نتطرق حول لمحة سريعة عن اللاجئين الفلسطينيين وأبرز يعني أبرز العناوين المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. بالنسبة لإحصاءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعني هناك عدة أرقام والتي يعني كل رقم يدلل على عنوان معين أو محدد، بدءا من الإحصاء الرسمي لوكالة الأونروا بحيث أن إحصاءاتها حتى نهاية عام 2019 تقول حوالي 475 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها. مسجل بمعنى أن هؤلاء تم رصدهم وتم يعني إعداد سجلات بكل شخص معرف لديها بصفة اللاجئ الفلسطيني، ولكن هل هذا الرقم 475 ألف لاجئ فلسطيني موجود في لبنان حاليا؟ أكيد بالطبع لا، لأن الإحصاءات غير الرسمية والتي هي يعني صادرة عن بعض يعني تقديرات بعض المؤسسات المجتمع المدني المحلي وبعض المؤسسات الدولية تقول بأن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمقيم حاليا لا يتجاوز 280 ألف لاجئ فلسطيني. ما السبب بين الفارق كبير بين رقم وكالة الأونروا والرقم للمؤسسات أو الإحصاءات الغير رسمية؟ هذا يعني النقصان الكبير في الأعداد نتيجة شيء طبيعي أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في لبنان ونتيجة الحروب ونتيجة يعني حروب الأهلية لحصار المخيمات إلى يعني تدمير بعض المخيمات إلى نهايتها كانت تدمير مخيم نهر البارد، كلها يعني ساهمت بشكل أيضا تقليصات للنروة ويعني الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعاني منه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أدى إلى نقصان العدد بشكل كبير، ويعني اتجه هؤلاء اللاجئين إلى فرصة أفضل للحياة خارج لبنان خصوصا في أوروبا. كان هناك يعني في رقم يعني ظهر مؤخرا وهو رقم يعني أعلنت عنه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بحيث أنها أجرت مسحا ميدانيا للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والذي بلغ حوالي 174 ألف لاجئ فلسطيني. هذا الرقم يعني عليه الكثير من الشكوك والخلاف كون أن المسح لم يعني يرصد كل لاجئ أو كل عائلة فلسطينية على الأراضي اللبنانية، كان هناك يعني أيضا كان هناك امتناع من بعض العائلات على يعني تقديم أو يعني التعاون في إعطاء معلومات
كون كان هناك يعني إثارة شبهات حول توقيت الإحصاء وأسبابه ويعني ما يعني سينتج عنه هذا الإحصاء. يهمنا في هذه الأرقام أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الضاغطة على اللاجئين أدى بشكل كبير خلال عقود من الزمن إلى أن ينقص هذا الرقم إلى النصف، والسبب أن هؤلاء اللاجئين لم يجدوا فرصة العيش الكريم والحياة الكريمة، فبالتالي لجأوا إلى دول أوروبا وغيرها من دول أمريكا وأمريكا اللاتينية. يتوزع اللاجئون على 12 مخيما رسميا في لبنان. مخيم رسمي هنا يعني الرسمي ما تعترف به وكالة الأونروا، الأراضي التي يقيم عليها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعترف بها وكالة الأونروا والدولة اللبنانية. 12 مخيم رسمي يتوزعون على خمس مناطق جغرافية في لبنان: البقاع والشمال طرابلس وبيروت وصيدا وصور. وبنسبة 52% من اللاجئين الفلسطينيين مقيمين في تلك المخيمات، أما 48% فهم يعيشون في تجمعات صغيرة أو مدن في المدن اللبنانية. لنتعرف بشكل عام حول ملامح واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لأنه هذا الأمر يعني أي قضية أو حدث أو أزمة يعني انعكاسات هذه الأزمة بسبب الواقع الذي يعيشه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أصلا. بشكل عام اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يعني بعكس اللاجئ الفلسطيني إن كان في الأردن أو حتى في سوريا، فهو لا يتمتع بأبسط حقوق الإنسان في لبنان، وخصوصاً نتكلم عن عندما تم إصدار قوانين تحرم اللاجئ من حق التملك وحق العمل. أيضاً هناك بعض المخيمات يوجد حصار أمني عليها وتضييق في الإجراءات في الدخول والخروج من المخيمات، وخصوصاً نتكلم عن مخيمات الجنوب، جنوب لبنان. أيضاً في الآونة الأخيرة كان هناك يعني تجديد أكبر على المخيمات وتضييق والتعامل من منطلق أمني، تم بناء جدار عازل وأبراج وبناء أبراج إسمنتية حول مخيم عين الحلوة وسياج شائك حول مخيم المية شرقي مدينة صيدا. يعني هذا المشهد، يعني هذه الإجراءات وهذه يعني الطريقة من التعامل مع المخيمات في التضييق، شيء طبيعي أن يكون هناك يعني محاولة من اللاجئين الفلسطينيين للهروب نحو يعني اللجوء إلى يعني عمليات الهجرة بطرق شرعية أو غير شرعية بحثاً عن فرصة حياة أفضل. أيضاً منع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب، كان هناك قرار من الدولة اللبنانية بمنع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب. هذا الأمر انعكس على الواقع الاقتصادي داخل المخيمات، انضربت الحركة التجارية والعمرانية داخل المخيمات، مما ساهم في زيادة البطالة، زيادة يعني عزوف الشباب عن الزواج وغيرها من القضايا الاجتماعية. أيضا نحن نتكلم عن واقع مساحة جغرافية للمخيمات لا تتجاوز 2 كيلومتر بأحسن حالاته، والاكتظاظ السكاني بحيث أن هذه المساحات يعني تم إنشاؤها منذ 48، منذ اللجوء سنة بعد 48 وحتى يومنا هذا المساحة الجغرافية نفسها، ولكن الأعداد السكانية للمخيمات يعني تضاعف عشرات المرات، والبناء العمراني بالتالي ليس هناك مساحات، فبالتالي البناء العمراني هو يأخذ الشكل العمودي. أيضا عدم وجود مساحات للعب أو حدائق عامة في تلك المخيمات.
يعني هذه الملامح تدلل على أن الدولة اللبنانية تتعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان من زوايا أمنية وغياب أي دور في تحسين واقع اللاجئين الاقتصاديين والاجتماعيين، يعني بحيث هناك يعني محاولات يعني إن كان في البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية أن ستسعى لتحسين، لا يوجد هناك قرارات أو إصدار قرارات لتحسين حياة اللاجئين أو لمنح اللاجئين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسف. أيضا هناك حملات بين الحين والآخر، حملات تحريض ومواقف عنصرية لبعض الجهات اللبنانية وبعض الشخصيات السياسية اللبنانية، ويعني هذا العنوان للأسف يعني محاولة ل يعني محاولة لكسب شعبية لبنانية على حساب الوجود الفلسطيني. بعض الشخصيات السياسية تحاول استخدام هذه الورقة لكسب أو لرفع رصيدها في ساحتها الشعبية. أيضا للأسف وكالة الأنروا التي هي المؤسسة الدولية والمعنية ب يعني إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تمارس بشكل مستمر سياسة تقليص الخدمات، بالإضافة إلى وجود فساد إداري ومالي في الوكالة. أيضا يعني المشاريع التي بين الحين والآخر، مشاريع الدولية التي تحاول إضعاف واقع اللاجئين وضرب مقاومات صموده من خلال يعني المشاريع الدولية مثل صفقة القرن وغيرها والمحاولات الرامية إلى إنهاء عمل وكالة الأنروا، بالإضافة إلى مشاريع التهجير والتوطين. طيب إحنا عم نتكلم عن هذا الواقع، وتطرأ بين الحين والآخر أزمات إنسانية على الوجود الفلسطيني تزيد من معاناته، تزيد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهه، وبالتالي هو أمام يعني واقع معيشي إنساني صعب، وفي ظل تحديات سياسية وإنسانية بين يعني وأيضا صحية مثل أزمة وباء كورونا. قبل الحديث عن أزمة وباء كورونا والواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، لابد من أن نعرج على الأزمة الأولى التي بدأت قبل بداية الحراك ما يسمى بالثورة اللبنانية. كان هناك أزمة يعني مفتعلة، يعني الفلسطينيون ليسوا هم سبباً فيها، وإنما كانوا هم ضحية نتيجة بعض الممارسات الخاطئة والسياسات العنصرية تجاه الوجود الفلسطيني. فكانت العنوان الأول أزمة قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تجاه موضوع تنظيم العمالة الأجنبية ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، وللأسف هو يعني ساوى بين العامل الأجنبي والعامل اللاجئ، كون العامل الفلسطيني له خصوصية كونه لاجئ وليس أجنبي في لبنان. الأزمة الثانية مباشرة مع انتهاء أزمة قرار وزير العمل، ولم تنتهي ولكن جمد القرار لظروف معينة بسبب دخول لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى، ما يسمى بثورة الثورة اللبنانية في 17 أكتوبر، يعني دخلنا إلى أزمة جديدة. كل هذه الأزمات بالتالي تنعكس على الوجود واللجوء الفلسطيني في لبنان وعلى أوضاع الاقتصادية والاجتماعية. الأزمة الثالثة هي أزمة جائحة كورونا وإجراءات التعبئة العامة، والتي يعني تداخلت بين الأزمة الاقتصادية والسياسية وأزمة جائحة كورونا، والتي لا تزال يعني مستمرة وانعكاساتها وتداعياتها على الواقع اللاجئين الفلسطيني في لبنان يزيد سوءا. بالنسبة لأزمة قرار وزير العمل كمال أبو سليمان الذي أصدر إجراءات قرار بتنظيم العمالة في تاريخ 6 تموز 2019، هذا الأمر هذا القرار أو هذه الإجراءات
حاولت من تغيير المركز القانوني للفلسطينيين من لبنان في لبنان من لاجئين لهم وضع خاص إلى فئة الأعمال الأجنبية، وهذا تكلمنا عنه. أيضا كانت الإجراءات تضمن أن الفلسطيني على العامل الفلسطيني يجب استصدار إجازة عمل باعتباره أجنبيا. أيضا بالرغم أن الفلسطيني أو اللاجئ الفلسطيني محروم من العمل من حوالي كان حوالي 39 وكان في السابق 72 مهنة محروم من مزاولتها. أيضا تم بعد هذه الإجراءات أو هذا القرار تم تصدير محاضر ضبط بحق العمال الفلسطينيين الذين يثبت أنهم يعملون بدون إجازة عمل في بعض الشركات اللبنانية الخاصة. أيضا تم إغلاق بعض المؤسسات التجارية التابعة للاجئين الفلسطينيين. أيضا هذا الإجراءات وهذا القرار تسبب في تسريع عدد من العمال الفلسطينيين مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة أن يعني هذه الإجراءات خوفا من بعض المؤسسات اللبنانية خوفا من أن يتم تغريمها بمبالغ كونها توظف أو تشغل عمال فلسطين بدون إجازة عمل صارعوا إلى تسريع عدد من العمال. على يعني إثر هذه الإجراءات والقرارات عمت مظاهرات واعتصامات شعبية غاضبة ضد قرار وزير العمل اللبناني في جميع المخيمات والتجمعات وخرجت لتشمل المدن اللبنانية على مدار شهرين ونصف. مباشرة دخلت أزمة الثورة اللبنانية بتاريخ 17 تشرين الأول 2019، ودخل لبنان في أزمة سياسية واقتصادية. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كون الوجود الفلسطيني جزء لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، فأي حدث في المدن اللبنانية ينعكس بشكل تلقائي على أو له يعني ترددات على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وخصوصا من البعد الاقتصادي والاجتماعي بشكل أساسي. مع بداية حراك الثورة اللبنانية دخل لبنان في أزمة سياسية واقتصادية حادة مما انعكست سوءا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. أولا تدهور الوضع المالي في لبنان وتدني قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، واليوم نحن نشهد يعني ارتفاع جنوني لقيمة الدولار، تجاوز في فترة سابقة تجاوز 10,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا الأمر أدى إلى يعني احتكار في بعض المواد في الأسواق الغذائية، وأيضا تسبب في يعني إغلاق عديد من المؤسسات التجارية اللبنانية، وأيضا يعني زادت ارتفعت الأسعار بشكل جنوني. ضرب الاستقرار المصرفي المالي وعدم قدرة المودعين على سحب أموالهم، أيضا هناك أزمة أخرى يعني تمثلت في عدم قدرة المودعين من سحب أموالهم بطرق إلا بطرق يعني محدودة ومشروطة، وأيضا عدم قدرتهم على سحب أموالهم بالعملة الأجنبية بعملة الدولار. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى الناس شيء طبيعي أمام هذا يعني تدهور العملة أمام الدولار وضرب الواقع الاقتصادي والمصرفي ساهم في ارتفاع الأسعار والغلاء، مما ساهم في زيادة مستوى البطالة وغياب فرص العمل بعد تعطيل الشركات والمؤسسات التجارية. نحن نتكلم عن إن كان اللاجئين الفلسطينيين أو حتى اللبنانيين. أيضاً ارتفاع في معدلات الفقر داخل المخيمات والتجمعات اللاجئين الفلسطينيين لنسبة 85%. وللأسف في ظل هذه الأزمة الأولى، أزمة قرار وزير العمل، ثم الأزمة الاقتصادية والسياسية للثورة اللبنانية، وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي كان هناك غياب
ملحوظ لوكالة الأونروا عن القيام بدورها تجاه تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للأسف. ثم جاءت أزمة جائحة كورونا وإجراءات التعبئة العامة، والتي بدأت في لبنان بدأت في 16 أذار. الإجراءات وتنفيذ إجراءات التعبئة العامة وإقفال البلد بشكل رسمي ويعني تحديد إجراءات معينة وإغلاق الأسواق وإغلاق الشركات كل يعني والمؤسسات الخاصة العامة والخاصة. أعلنت الحكومة اللبنانية على إجراءات الوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا، واتخذت تدابير ضمن سمتها التعبئة العامة بدءا من تاريخ 16 أذار 2020. فيما يتعلق في المخيمات، تم تشكيل لجان ميدانية من الفصائل واللجان الشعبية والأهلية والمؤسسات لتنفيذ إجراءات التعبئة العامة داخل المخيمات الفلسطينية واتخاذ إجراءات الوقاية. تنفيذ إجراءات صحية من تعقيم للوافدين للمخيمات وجولات تعقيم في الشوارع وأحياء المخيمات والمراكز والمرافق العامة والمساجد. نحن نتكلم عن دور مؤسسات المجتمع المدني. للأسف الوكالة الأونروا كانت غائبة في هذا الدور للأسف. تنسيق الجهود الصحية وإجراءات الوقاية بين المؤسسات الطبية مثل جمعية الشفاء للخدمات الطبية والدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومبادرات صحية أخرى. أيضاً كمان في ظل جائحة كورونا، زيادة مستوى البطالة وغياب فرص العمل نتيجة إقفال البلد أكثر من 3 أشهر، مما ساهم في زيادة نسبة الفقر وحالات الفقر الشديد. وسبب آخر هو غياب دور وكالة الأونروا عن تقديم المساعدات للاجئين، مما ساهم في زيادة حاجة الناس للمساعدات الإغاثية والوجبات اليومية. بعض العائلات اضطرت أن ليس بطريقة أنها تطلب، وإنما أصبح هناك عوز وحاجة ملحة لدى كثير من العائلات لأن يتم تأمين لها الوجبة اليومية. طبيعي غياب وكالة الأونروا عن دورها في تقديم المساعدات الإغاثية والصحية للاجئين في ظل 3 أزمات متلاحقة ومترابطة. وللأسف وكالة الأونروا رغم النداءات الكثيرة التي تم يعني مطالبتها من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من قبل الفصائل، من قبل عموم اللاجئين بأن يكون هناك يعني تدخل من وكالة الأونروا بشكل عاجل بتقديم مساعدات إن كان مادية أو إغاثية، وللأسف لم يعني تلقى هذه النداءات أي استجابة. إلى أن أيضا تنظيم كان في المقابل تنظيم مؤسسات فلسطينية محلية وأوروبية حملات إغاثية وصحية وإطلاق مبادرات شبابية إغاثية. الدور الذي يعني غابت عنه وكالة الأونروا قامت به يعني إلى حد ما بشكل التخفيف من معاناة وواقع اللاجئين الفلسطينيين إن كان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قامت به بعض المؤسسات الفلسطينية والمبادرات الشبابية. إلى أن تدخلت وكالة الأونروا، وكان تدخلها مؤخراً في ملف المساعدات المالية النقدية، والذي هذا الملف رافق هذا الملف الكثير من الشكاوى والإشكاليات والشبهات. أولاً أداء وكالة الأونروا في ملف المساعدات المالية، أولاً تأخرت في الإعلان عن خطة طوارئ إغاثية عاجلة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. نحن نتكلم عن أزمة بدأت في تموز 2019، ثم انتقلنا إلى أزمة أخرى مرتبطة بها، الأزمة الاقتصادية والسياسية ودخول لبنان في حراك وثورات من منطقة لمنطقة وتعطل الكثير من القضايا، ثم جاءت أزمة كورونا، واستمرت هذه أزمة كورونا مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان. وللأسف الإعلان عن خطة طوارئ إغاثية عاجلة كان الأونروا لم تتحرك بالشكل المطلوب وتأخرت في الإعلان عنها إلى يعني أتصور في أذار أو نيسان لحتى أعلنت في مؤتمر صحفي بعد بدء إجراءات التعبئة العامة.
جاءت المساعدات المالية النقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد تأخر دام حوالي أكثر من 9 أشهر من بداية الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان ودخول أزمة كورونا. تخلل عملية توزيع المساعدات المالية النقدية والتي بدأت في شهر رمضان المبارك، يعني بشهر 5 تقريبا، العديد من الإشكاليات والملاحظات والشكاوى من قبل اللاجئين جراء سوء إدارة عملية التوزيع. لا نريد أن يعني ندخل في الإشكاليات، ومنها إشكاليات يعني التجمع، وأولا في ظل أجواء الصوم والحرارة الشديدة، وأيضا يعني تحميل اللاجئ الفلسطيني أي خطورة في موضوع التجمعات بدون إجراءات السلامة من خطر كورونا وغيرها، التسبب في هذه الإجراءات. أيضا يعني اعتماد جهة مالية واحدة فقط في موضوع توزيع المساعدات، أيضا توزيع المساعدات النقدية بالعملة الوطنية بالعملة اللبنانية بعد أن فقدت قيمتها الشرائية جراء ارتفاع سعر الدولار. أيضا الأونروا حرمت شريحة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من استفادة من المساعدة المالية وهم فاقدي الأوراق الثبوتية والغير مسجلين، واعتبار أن هذه المساعدات المالية التي تقدمها الأونروا لمرة واحدة فقط. أيضا هناك يعني أزمة أخرى في تعامل الأونروا في ملف الصحي في ظل جائحة كورونا، والذي تمثل في ضعف في الأداء الوقائي في الملف الصحي من بداية إجراءات التعبئة العامة في لبنان. وذكرنا أن الدور الكبير الذي يعني في إجراءات التعبئة العامة في المخيمات كان على عاتق المؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وكانت الأونروا غايبة عن هذا الدور للأسف. غياب ملحوظ للفريق الطبي للأونروا في الإجراءات الميدانية في المخيمات، واكتفت بتعقيم مراكزها فقط، وألقت المسؤولية على عاتق المجتمع المحلي. أيضا تعليق الفحوصات المخبرية والمراجعات الطبية في مراكزها لغاية الآن، وهذا يسبب إشكالية وعبء مالي على اللاجئين الفلسطينيين، كون أن الفحوصات اللاجئين تتم مجانا في مراكز الأونروا، ولكن عندما يتم تحويل هذه الفحوصات إلى مؤسسات صحية خاصة أو مستشفيات يتم دفع مبالغ فرق هذه الفحوصات أو العلاج. أيضا في ظل الحديث ومطالبة الأونروا بكون أن المخيمات معرضة للإصابات بفيروس كورونا، تم افتتاح مركز سبلين بتاريخ 6 أيار لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا من المخيمات بعد تأخير وتقصير كبير، وفي ظل وجود عيوب كثيرة لمركز العزل. وهذا أيضا يعني موضوع يعني يتم الاستفاضة في الحديث حوله، مواصفات المركز والعيوب التي والعيوب الطبية التي يعني رافقت عملية الإنشاء لهذا المركز العزل، وقضايا كثيرة يعني ممكن في تقارير أخرى يتم الحديث عنها. ايضا تاخر في اعلان نتائج الفحوصات المخبريه لفيروس كورونا لبعض اللاجئين حاولت الأونروا من خلال التعاون مع وزاره الصحه لاجراء بعض الفحوصات في بعض المخيمات لاستشفاها بحالات وجود كورونا، وللاسف يعني نتائج الفحوصات والتأخير في إعلان هذه النتائج سبب إرباك وحالات هلع لدى الناس في ظل إشاعات عن وجود تسجيل إصابات في بعض المخيمات قبل إعلان النتيجة. وأيضا عدم وجود متابعة لإجراءات العزل لبعض الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس. يعني الأونروا معنية في متابعة هذا الملف، ويعني أطلقت عدة نداءات وطلبت مساعدات من بعض الجهات، إن كان من منظمة الصحة العالمية أو حتى من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية ذات صلة لدعمها في ملف جائحة كورونا. وللأسف عند ثبوت بعض الحالات مثل
الحالات التي ثبتت في مخيم الرشيدي لم تقم الأونروا بالإجراءات الصحيحة في متابعة هذه الحالات وعزلها بحيث أن لا يتم نقل العدوى إلى آخرين. بشكل عام أبرز القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أولاً إقرار الدولة اللبنانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، ثانياً إجراء حوار شامل بين الدولة اللبنانية والقوى الفلسطينية لنواقش جميع الملفات، عدم ربط الدولة اللبنانية الملف الأمني ورفض التوطين بقضية توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، أيضاً تحمل وكالة الأمم مسؤولياتها تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان وعدم ممارسة التقليص السياسي تقليص الخدمات، أيضاً رفض كافة أشكال التمييز والتحريض ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأيضاً تمكين اللاجئين الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياً يعزز صمودهم وتمسكهم بحق العودة. وشكراً لحسن استماعكم، وسأنتقل لأخذ بعض الملاحظات والمداخلات. يعطيك العافية أستاذ سامي. الله يعافيك. كل الشكر لتقديمك المحاضرة لإمدادنا بالمعلومات القيمة والموجعة صراحة. أهلا وسهلا فيك. تسمح لي في هناك بعض الأسئلة؟ تمام. في سؤال، ما هو دور الأونروا في كل ما يحدث في لبنان؟ تكلمنا عن يعني الدور، هو غياب دور الأونروا للأسف فيما يتعلق في ملف اللاجئين الفلسطينيين والملف التعامل مع الأزمات الإنسانية للاجئين. للأسف الأونروا وكالة الأونروا تمارس دور أنها دور محدود، تقوم بتقديم خدمات معينة ومحددة للاجئين الفلسطينيين وفق ما تقتضيه المصلحة وإمكاناتها حسب ما تتوفر من ميزانيات، وللأسف هي تمارس دورا إلى حد ما سياسيا بحيث ممارسة ضغوط على اللاجئ الفلسطيني اقتصادي واجتماعي بحيث أن لا تمكنهم من الحياة الكريمة والعيش الكريم، مما يضطر إلى يعني اللجوء إلى يعني قضايا اجتماعية، ربما يعني اللجوء إلى مزاولة بعض الأعمال المنبوذة مثل ما ظهر مؤخرا موضوع الإتجار بالمخدرات وغيرها من القضايا أو السلاح، أو حتى يعني الاضطرار إلى الهجرة الغير شرعية. وشهدت المخيمات يعني موجة هجرة كبيرة خصوصا بعد إعلان الأونروا عن أزمة مالية حادة في نهاية 2016، ويعني الحديث عن أنها لن تستطيع فتح العام الدراسي وأنها مقبلة على أزمة اقتصادية مالية كبيرة، ربما يعني تتوقف بعض الخدمات، مما أدى إلى يعني حالة من الذعر لدى الكثير من العائلات الفلسطينية، جعلتهم أن يبيعوا منازلهم وأثاثهم وأن يلجأوا إلى الهجرة الغير شرعية. وهاجر في تلك الفترة حتى صيف 2000 وتقريبا 17 كان حوالي ما يقارب 35,000 لاجئ فلسطيني هاجر من لبنان. ما هو المقصود بالتعبئة العامة؟ تمام. الدولة اللبنانية عندما بدأت يعني وجود حالات إصابات في لبنان بفيروس كورونا، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات معينة لحد من انتشار هذه الجائحة وتداعيات انتشارها وتسبب بإصابات كثيرة. التعبئة العامة هي إجراء إلى حد ما إجراء مدني اتخذت فيه تدابير معينة الدولة اللبنانية للحد من حركة الناس ويعني تحركهم في الشارع.
بعكس إعلان حالة الطوارئ بتأخذ منحة عسكري وتدخل الجيش في فرض الإجراءات، ولكن التعبئة العامة أخذت شكل أقل حدة في التعامل مع المواطنين اللبنانيين، بحيث تم التدرج في إغلاق البلد وثم وصولا إلى إغلاق المطار وإغلاق المؤسسات العامة وإغلاق يعني المؤسسات الخاصة، ويعني جعلت يعني مساحة من يعني الحرية في يعني وجود مثلا الأفران ضمن دوام معين، التعاونيات العامة، أيضا المحطات الوقود، يعني سمحت فقط لهذه المصالح أن تبقى شغالة في حين أغلقت باقي الأمور. وثم يعني وبالتدرج كل أسبوعين كانت تتخذ في عملية تقييم الوضع، وبناء عليه تدرس عملية تجديد التعبئة العامة في لبنان. بالتالي الأمر ينطبق على اللبناني وعلى الفلسطيني، كون المخيمات ضمن الوجود اللبناني، فبالتالي ينطبق عليها إجراءات التعبئة العامة. حسب نظرك التعبئة العامة هل تعتبر نقطة في صالح الفلسطيني أم ضده؟ شو هي بالذات؟ بس عفواً. التعبئة العامة. اللي هي في صالح المواطن الفلسطيني أم ضد؟ هي مش بصالح لا المواطن الفلسطيني ولا المواطن اللبناني، هي إجراءات اتخذتها الدولة اللبنانية بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذت الدول الأخرى في كان في دول أوروبا ودول الخليج وأي دولة في العالم يعني انتشر فيها فيروس كورونا وأصبح يشكل خطر على المواطنين، فبالتالي هذه الإجراءات لابد منها، وتتفاوت هذه الإجراءات من دولة الأخرى ومن آلية الأخرى. بالتالي الانعكاس إجراءات التعبئة العامة على المواطنين اللبنانيين يمكن أخف ضرراً من انعكاسه على الواقع المخيمات، كون المخيمات لا يوجد فيها أرضية ومقومات صمود، وأيضاً لا يوجد فيها مؤسسات اقتصادية قوية، ولا يوجد في ظل غياب واضح وكبير لوكالة النروة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، فبالتالي إجراءات التعبئة العامة انعكست يعني ضررا وسوءا على واقع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الإجراءات كانت لابد منها، ساهمت في التخفيف من انتشار فيروس كورونا. أيضا في ظل التعبئة العامة تم أيضا إيقاف العام الدراسي إن كان على مستوى الجامعات والمدارس العموم العامة والخاصة ومدارس وكالة الأنوروا، وتم استبدالها بنظام التعليم عن بعد. هل يمكن تصنيف المخيمات اللبنانية حسب وجهة نظرك لأنها الأكثر بؤسا بين المخيمات الفلسطينية عامة؟ هو صحيح تعتبر المخيمات الفلسطينية أو الوجود الفلسطيني في لبنان هو الأصعب والأشد فقراً والأشد بؤساً قياساً مع اللاجئين الفلسطينيين إن كان في مخيمات الأردن أو حتى في مخيمات سوريا أو حتى في المخيمات في داخل فلسطين إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لأن التعامل مع ملف اللاجئين في تلك المناطق اختلف كلياً مع تعامل الدولة اللبنانية أو الحكومات التي جاءت أو حتى الكتل البرلمانية التي يعني وصلت إلى الحكم في لبنان وساهمت في عدم يعني منح اللاجئ الفلسطيني أي حقوق اقتصادية واجتماعية، وأصبحت الورقة الفلسطينية أو الملف الفلسطيني ورقة للمزاودة في أيدي بعض الأحزاب اللبنانية. للأسف هناك يعني أسباب أخرى سببها أيضا الحرب الأهلية وحرب المخيمات والوجود الفلسطيني، وأيضا واقع البنية الديموغرافية والحزبية في لبنان يعني ساهمت بشكل كبير
في عدم منح الفلسطيني أو جعل الفلسطيني الحلقة الأضعف وبهذه الصورة المأساوية. أستاذي، هل هناك دور واضح داخل المخيمات لمنظمات الـ NGO، وهل دورها ذا قيمة؟ تقريبا يعني بعد فترة ما بعد اتفاق أوسلو، يعني بدأ يعني التوجه إن كان عالميا أو حتى لدى المؤسسات التي تدعم الأونروا وخصوصا الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى التوجه إلى دعم مؤسسات الـ NGO والمنظمات الغير حكومية وتعطيها مساحة من اللعب دور كانت الأونروا تلعبه من خلال دعم مشاريع وبرامج في المخيمات. وهذه الجمعيات والمنظمات يعني الآن تشكل مساحة حيوية في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين على أكثر من مستوى، إن كان على المستوى الإغاثي أو التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي أو حتى على مستوى الشبابي. لا شك أن هذه المنظمات شكلت حالة من الدعم وحالة من سد الفراغ التي أوجدته وكالة الأونروا من خلال تقليص بعض خدماتها الأساسية وبرامجها، وهي كانت تحاول أن تتهرب من هذه المسؤولية والدفع باتجاه إدخال هذه البرامج إلى برامج الـ NGO، بحيث بعد فترة تغيب كل بشكل واضح وكل هذه البرامج الأساسية كانت في السابق أساسية من صلب عمل الـ NGO، بالتالي أصبحت الآن من صلب عمل منظمات الـ NGO. هناك إشكالية في تصنيف المؤسسات الـ NGO، بعضها محلي وبعضها مرتبط بتمويل خارجي، بعضها يخدم القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني، بعضها مرتبط بمشاريع أخرى مرتبطة بالتمويل وما غير ذلك. هناك إشكالية في تقييم هذا الموضوع، ولكن بشكل عام المنظمات الـ NGO أصبحت تشكل رافعة في خدمة الوجود الفلسطيني في لبنان، ويعني حتى أيضا هناك يعني بعض المؤسسات التي هي مرتبطة بفصائل وأحزاب وتمويلها يكون من خلال هذه الأحزاب، أداؤها يتقدم أحيانا عن الفصيل نفسه. سؤال أخير أستاذي، برأيك ما هي الحلول التي يمكن أن نقوم بها لمساعدة شباب المخيمات لتجاوز هذه الأزمات؟ عادة نحن في مثل هذا الواقع الصعب والمعقد للوجود الفلسطيني في لبنان، هناك أزمة تتهدده في وجوده ككيان وكعنوان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومخيماته بشكل خاص، بأن الملف اللاجئين الفلسطينيين هو الأساس في ضرب أي مشروع لقضية اللاجئين وشطب حق العودة يكون من خلال تسوية وضرب الوجود الفلسطيني في لبنان، وبالتالي معظم المشاريع تتمحور حول كيف نستطيع أن يعني يتم إزالة هذا العنوان من الخارطة السياسية للقضية الفلسطينية، فبالتالي يعني المشاريع تكون منصبة في استهداف هذا العنوان، فبالتالي مطلوب فلسطينيا وعربيا ودوليا دعم الوجود الفلسطيني بمشاريع تمكنه إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى يبقى يعني صامدا في تلك المخيمات
التي نعتبرها أنها مخيمات ذات مدلول سياسي وعنوان نضالي في طريق العودة إلى فلسطين. فبالتالي يجب أن نحافظ على المخيمات أن تبقى مخيمات بشكل يليق بالإنسان الفلسطيني، يليق بالعيش الكريم. هذا يتطلب جهد وبرامج ومشاريع داعمة للوجود الفلسطيني على أكثر من صعيد، على المستوى الإنساني، على المستوى الشبابي، على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي. كل هذه يعني المشاريع يجب أن يكون هناك دور للفلسطينيين في الخارج، في أوروبا، في الخليج، أيضا للإخوة العرب في أينما كانوا، من أجل أن يلعبوا دور في إسناد الشعب الفلسطيني في لبنان ودعم صموده وقضيته، والتي هي جوهر عنوان اللاجئين، وهي التمسك بحق العودة وتمكين هؤلاء اللاجئين في العيش الكريم، يساهم بشكل كبير في تحقيق عنوان العودة إن شاء الله. أشكر أستاذ سامي حمود على إلقاء الضوء على وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ونؤكد أن حق العودة لا يتنافى مع عيش الإنسان بكرامة. كل الشكر والتقدير لك أستاذ سامي، مدير منظمة ثابت لحق العودة، على وقتك وجهدك وإلقائك الضوء على معاناة إخوتنا في المخيمات. كل الشكر والتقدير. أهلا وسهلا، شكرا لكم، شكر جزيل لأكاديمية دراسات اللاجئين بشخص رئيسها الدكتور محمد ياسر عمر وفريق العمل على جهودكم الرائعة في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا اللاجئين وحق العودة. السلام عليكم.